تتأثر وثوار وجه البوكسي حمل الفكر الماركسي أو تنك بتخلف نكسي والثورة تصفي الثوار ثوار أكبر ضباط حملوا فكر الديمقراط لا سقراط وأبقراط لا ناصر يبقوا أنصار أو رجع حافظ إبراهيم يرتب أفضع ترانيم فعل السايس والزعيم ملك ابن كشيف العيوار الفلعوس تحول بيكي والأعور قاد الدبيكي لما صار الأمريكي نصب والي الأمصار أو لما صار المستعمر للشعوب محرر تاج الحرية كسر واستعبد كل الأحرار قدم كل اعتذاري للأمريكي الحاكم داري جيب لك حفنة مصاري تشتري كل الثوار السايس لو خان البلد ما وقف يردوا أحد والقاضي أصبح والد والحكم ضاعت يا ختيار لما نهق